بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم حسن حمدي من 3H Studio التعليمية. النهاردة ان شاء الله هنتعرف ازاي ان احنا ممكن نعمل البوب فلتر. والبوب فلتر طبعا هو معروف على اساس ان هو بيمنع الهواء اللي بيدخل من المايك وبيشيل الهواء اللي هو اللي طالع من الحروف او من الشفايف، بحيث ان النص بتاعي او الكلام بتاعي يبقى واضح ومفهوش اللي هو الهواء اللي بيطلع من البق ده. البوب فلتر ده سعره تقريبا 250 جنيه، احنا هنعمله مش هيكلف 10 جنيه، وهنشوف دلوقتي ازاي ان احنا ممكن نظبط او نعمل حاجة بالشكل ده. على فكرة انا دلوقتي مسجل من البوب فلتر اللي احنا هنعمله مع بعض، لان انا خليت التسجيل ده في النهاية علشان اجربه مع حضراتكم وتشوفوا التأثير بتاعه زي ما انتوا شايفين كده. في نقطة مهمة عايز اتكلم عليها قبل ما نبتدي الفيديو، ان يا جماعة اللي انا بعمله ده او الشغل اللي انا بعمله ده الفويس اوفر، علشان تبقى الدنيا واضحة، بس انا مش فويس اوفر، انا مصمم جرافيك وكرتون 2D بس ليا طبعا في المونتاج والصوتيات، فانا بحب اشارك الخبرات اللي انا عندي في الفويس اوفر، ربما ان انت تبتدي تستفاد منها. ومع حضراتكم لو اي حد عنده مثلا حاجة ممكن ان هو يضيفها معنا في الكورس، عادي جدا ممكن ان احنا نعمل مداخلة معاه اونلاين، او ان هو ممكن يسجل فيديو ونحطها تبع الكورس عندنا، مش مشكلة خالص. قناة 3H التعليمية كل الحاجات اللي فيها تعليمية. طولش عليكم، خلينا على طول نروح على الفيديو. بداية الخامات اللي احنا محتاجينها، محتاجين سلكة، تمام، اي سلكة، وطبعا زرادية، وعندنا شراب حريمي، واي حاجة عندنا مدورة، تمام، بحيث نلف حواليها البوب فلتر اول ما نخلص. فانا عندي هنا علبة كريم، تمام، فدي اللي هي هتبتدي ايه هنلف عليها السلك. بداية هنمسك السلك كده ونبتدي نعمله ضفيرة. انا عامل السلك عندي قطعتين، يعني تاني حتتين، وهنبتدي نعمل السلك ضفيرة. طيب السلك ده احنا نجيبه من فين؟ طبعا السلك من عند اي حد بتاع بهيات، مش قصة يعني، او ان انت لو في عندك مثلا شماعة حديد تقدر ان انت تستخدمها برضو، بس لو شماعة يبقى ان انت مش هتحتاج ان انت تعمل لها ضفيرة. طيب بعد ما احنا خلصنا بسيب الطرفين زي ما احنا شايفين كده، الطرفين دول لازم يبقوا يعني مفرودين، مش هعملهم مع الضفيرة بتاعتي، وهخلص الشغل اللي هو بتاع السلكة. طبعا لو في حتة متناية او كده او كده، فببتدي ان انا افردها عندي بالشكل ده. بعد كده بروح على طول اجيب اللي هو الحاجة المدورة عندي، وابتدي ادور السلكة زي ما انتوا شايفين كده، وابتدي اظبطها كده. واول ما اخد الدايرة اروح بعين تاني الناحية التانية، بقت عندي دايرة بالشكل ده زي ما حضراتكم كده شايفين، وابتدي اظبطها كده بالزرادية والكلام ده. بعدين بنروح نجيب اللي هو الشراب ده، ونبتدي نخيط جزء جزء زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا هبتدي بالجزء اللي من فوق، بس نقطة مهمة جدا جدا، انت وشغال بالفلتر ده لازم انت وشغال يعني بتفرد الماتيريال دي على السلكة، لازم يا جماعة ان انت تكون شده على الاخر، لازم الماتيريال بتاعك يبقى مشدود علشان تقدر يقدر الصوت عندك يطلع واضح. يعني تخلي بالكم كده زي ما انت شايفين ان انا شغال اشد فيه. طبعا انت لازم تبتدي يعني تديها سنة كده بالابرة بحيث ان هي تبقى ثابتة عندك، تمام، زي ما احنا شايفين. فباخد طرف طرف، يعني الطرف، وباخد الطرف اللي في وشه، وبعدين ببتدي اشد خالص، وطبعا بالابرة والخيط ببتدي خيط كده حواليها بحيث ان هي تثبت معايا زي ما حضراتكم كده شايفين بالفيديو. طبعا تقريبا كده البكرة الخيط خلصت، فهتنفخ يعني اهو شغال اشد، ولازم زي ما احنا قلنا ان هو يبقى مشدود بالشكل ده. اتأكد ان انا اهي خلصت زي ما قلت لحضراتكم، فجبنا واحدة تاني. الشغل بتاعك ده تقريبا هيقعد بتاع حسبة ساعتين ونص، بس في الاول في الاخر هتلاقي الشغل عندك جميل جدا. تعالوا مع بعض نبتدي نشوف ازاي ان احنا نركب الفلتر بتاعنا في الميكروفون.